درويش شي لقاب ثمن رخيص شي ياخذ ديك المرنيقه ولا هادي شي يقول راه فيها واحد الدوزه واحد هو راه بالعكس هو راه تتقتلها خو لا المواطن البسيط اخي ولا كيلتجا لداك القرابه العاده القديمه القرابه القرابه شنو ملي ولا بنادم عارف داك البيسري بزاف القرابه شنو كيدير كياخذ داك الشيء القديم وكيعاود يطبع الغضب كيعطي للبشر يتهلك والسم كيقشل مصاب غير في الديور ما كاينش فيه لا مواد حامه ما كاين حتى شي حاجه لا لا تحفظ ليه الصحه ديالو ما كيدوز من عند شي لجنه اللي كتشوف ديال المراقبه لا والو يعني داكشي كيف كيتقاد في الديور كيتعطى لبنادم كيخلطوا مع المناضه كيشربوا كيطلع عند الله ولكن الناس بحكومه يطلعوا معنا الناس كتشرب باش فين ولا راه دابا قلنا الناس كتلجج اي حاجه تشربها اي حاجه السلام عليكم ومن حدهم زادوا اخي في كل شيء زادوا في الشراب وداك الشيء ولا المواطن البسيط اخي ولا كيلتجا لداك القرابه العاده القديمه القرابه ديال سلال المدينه القديمه وداك القرابه والعروبيات وداك الشيء ولا كيلتجا لداك القرابه القرابه شنو كيديروا كيهز لك داك الاخر كيبدل ليها لي دات كيبيع البشر المواطن شنو كيتسمم حنا راه ما نشوفوش هاد الثمانيه اللي ماتوا ولا تسعود راه كل عام كيموتوا ولكن علاش كيموتوا حيت كيموت جوج اربعه خمسه صافي كيموتوا بالسره دابا ملي ولات الدنيا على راي عام وداك الشيء علاش الحكومه تزمشاش ولا راي عام ولا بنادم صاحبي كتجي امه كتبكي عليه صاحبي عنده 17 عام ولا 18 عام غادي يشرب الشراب بيريم ملي كيما الحليب كناخذوه في الحانوت بداك لاداط ديالو مسؤولين ودايرين لي داط حتى الشراب راه عندنا اوتوريزي هنايا في المغرب راه ما كاينش حتى شي حاجه كلشي اوتوريزي كيما غتاخذوا في لابيلفي غتاخذوا في لابيلفي غتاخذوا بلاداط ديالو ولكن علاش زادوا ملي زادوا في الحليب وزادوا في كلشي زادوا في الشراب حتى هو ولا بنادم ما كيقدش يلتجا الكارفور ياخذ داك اللي كان مبلي ولا هذا ما كيلتجاش الكارفور باش ياخذ داك القرعه ولا هذا ولا كيلتجا شنو العاده القديمه القرابه شنو ملي ولا بنادم عارف داك البيسري تزاد القرابه شنو كيدير كياخذ داك الشيء قديم وكيعاود يطبع لاداط كيعطي للبشر تهلكوا لنا خوتنا راه تهلكوا لنا راه اكثر من 9 تنفس ماتوا علاش بسبب ديال الشراب ديالاش ديال القرابه والقرابه على ود واحد كيبدل لي ضاد باش يربح 100 درهم ولا 200 درهم هو وسطو غادي فيها 9 تنفس راه ماشي ساهله ها هي ولات في راي عام ولات شحال من حاجه راه مابقاش بنادم فهمتيني يمشي واحد مسؤول على راسه واحد مسكين مخلي امه دابا كتبكي شكون اللي غيبقى فيك كيبقاو فيك الوالدين هما اللي كيبقاو فيك في هذا الشيء كامل هذا كيبقى فيك الوالدين مساكن ها اللي مو دابا مسكينه ما لاقيش باش هذا ولا هذا كيمشي ما لاقاش باش تعيد كيمشي يهز الفلوس كيمشي يشرب ها هو صدق في الشرب هي ما صدقاش ما معيده ومرزيه في ولدها ولا مرزيه في بنتها مشات تشرب المشكل هذا اللي دابا اللي تيموتوا به عباد الله من ناحيه ديال الشراب والكونتربوند اللي هو المرنيكه وهذا الروج وهذا الباستيس هذا الشيء كامل اللي كونتربوند تيقشل في عباد الله وفي الدراوش واللي هو نقولوا الحقيقه ثمن رخيص بنادم درويش شي لقاب ثمن رخيص شي ياخذ ديك المرنيكه ولا هذه شي يقول راه فيها واحد الدوزه واحد هو راه بالعكس هو راه تتقتلها خوتي واش نتمنى من هذه الدوله هذه دير شي حل لهذا الشيء هذا وتكون شي مراقبه وبلايص هذا الشيء هذا يكونوا ما فهمتش شكون فهاد دابا بنادم غيمشي يقضي واحد يمشي لشي حاجه اللي هو عارف راسو ما غيضروش وما غاديش هادي هذا الشيء اللي كاين اخي الغزال ماشي كيسون ديال ان خاص الشراب يتولي تبع في الحانوت حيت لانه ديجا كاين البيسريات اللي هما التخصص ديالهم اما مول الحانوت كيبقى التخصص ديالو المواد الغذائيه كاينين شويه عائلات محافظه مثلا كتلقى بعض المرات امراه اخوانيه راجل ملتزم ولا كتلقى شي امازيغي حر يعني متشبت بالعقيده ديالو متشبت بالايمان ديالو ما يمكنش الشراب نوليو نبيعوه في الحوانت سينون البيسريات غير خصهم يتعموا حيت كاين بعض المدن زعما اللي ما فيهمش البيسريات هما اللي على الغالب زعما هما اللي كيتعاطوا الماحيه وال نورمالمون الشراب المصنع اللي كيصاوبوا غير في الديور كيخمروا داك التخربيق ولا بحال هاد سبير واقيلا سميتها اللي دابا دارت هاد المشكله هادي سينو اللي خصنا نستافدوا من هادشي هو ان الدوله خصها تنقص في الثمن ديال الشراب يعني الدوله بقات غاده بواحد الطريقه ديال انها سواء نحيدوا الشراب ولا نزيدوا في الضريبه وبقات غير كتزيد في الاثمنه ديال الضرائب وهادشي اللي كيطلع الثمن ديال الشراب يعني دوك اللي كيصاوبوا الشراب ما كيفكروش صافي تزاد في الضريبه ماشي مشكله نزيدوا حنا في الثمن ديال الشراب الوغ كو الدوله خصها تنقص من هاد الاثمنه هادي باش المواطن البسيط اللي تا هو عنده ظروف ماشي حنا ما غاديش نشجعوا على الشراب لان الشراب هو حاجه خايبه والدين كيحرمه ولكن على الاقل الناس اللي كيشربوا راه ما كاينش حل ما عندكش شي حل اخر من غير سوا تحل لهم المشاكل ولا تحاول تعالجهم نفسيا ولا ترخص لهم الشراب باش كلشي يولي يشرب حاجه مزيانه ماشي بقى يمشي يقلب على سبيرو ولا هذاك الماحيه اللي هو السم كيقشل مصاب غير في الديور ما كاينش فيه لا مواد حامه ما كاين حتى شي حاجه
لا تحفظ ليه الصحه ديالو، ما كيدوز من عند شي لجنه اللي كتشوف ديال المراقبه لا والو. يعني داكشي كيف كيتقاد في الديور، كيتعطى لبنادم كيخلطوا مع المناضه كيشربوا كيطلع عند الله. دابا خيات الزياده اللي ولات، الزياده اللي ولات كلشي ولات اي حاجه. انا مؤخرا دابا انا سمعنا قالك ماتوا 21 واحد مع 17 مع فوق نيطره بسبب ما هي. علاش راه الزيادات هما اصلا تيشرب فين وصل دابا؟ الحمد لله ما تنشربوش، ولكن الناس بحكم تيطلعوا معنا الناس قالك الشرب فين ولا؟ راه دابا ولا الناس كتلجأ اي حاجه تشربها، اي حاجه. هي الماحيه قال لك قتلات 17 ولا مات 20 واحد قتلاتهم. علاش شنو السبب ديالهم؟ شنو السبب ديالهم؟ السبب هو الغلا، الشراب اللي كان الشراب غلا، وماشي ما عاد دابا. شحال هذا كان عباد الله كانت الجزائر عندها هادشي اللي رخيص، شحال هادي الماعي راه مؤخرا هادشي. الناس راه ولات تشرب لانكول، تشرب ولا كان رخيص تشرب لانكول تشرب. لا حول ولا قوة الا شي كامل الزيادات الزيادات الزيادات. حنا لقينا هاد البزنازة هادو، والله الا هاد البزنازة رحم من هاد الناس هادو المسيرين هاد الدولة ديال البزنازة هادو. هاد البزنازة ما زادوش، ما زادو في حشيش، ما زادو في قرقوبي، ما زادو في ماحية. علاش هاد الناس علاش ما زادوش؟ هي هاد الناس العاقة هما اللي زادو اللي مسيرين هاد البلاد هادي. ولا حول ولا قوة الا بالله. والسلام عليكم.